ملف أساسي سمعنا عنه الأيام اللي فاتت بعض الأخبار، لسه الأمور مش واضحة بشكل يعني كبير، وهو تشكيل لجنة لإعادة النظر وبحث ودراسة تصورات جديدة للنظام التنسيق اللي احنا متعودين عليه بقالنا سنين بالشكل التقليدي، يعني بعد ثانوية عامة بعد الامتحانات الولاد كلهم يعوضوا ايديهم على قلبهم، ونظام الرغبات والسيستم اللي احنا عارفينه دوت. هل هو على وشك انه يتغير بالفعل؟ طب هيتغير لإيه؟ وهل بيتغير الأحسن ولا احنا لسه بنجرب؟ انا هطرح الحقيقه الاسئله دي كلها على ضيفي الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريده اخبار اليوم اللي بينورنا دايما. اشكرك اهلا يا استاذ وسهلا. هبه، اهلا بيك، اهلا وسهلا. ايه حكايه التنسيق بقى؟ وايه اللجنه اللي اتعملت دي؟ وايه الهدف من القصه؟ يعني احنا ما نقدرش نقول تنسيق قد ما هو وضع شكل جديد لنظام الثانويه العامه، وبالتالي مخرجاتها هي اللي تحدد شكل تنسيق القبول في الجامعات. سؤال بس جوايا كده قبل ما تكمل، شكل جديد هتبقى بعبع اكتر ولا مش هتبقى بعبع خالص؟ لا لا بالعكس، هتبقى شكل افضل واكثر سلاسه، ويدي نوع من التنوع للطلاب في عمليه اختيار التخصصات. وبشكل مبسط بس للساده المشاهدين، هو حصل اتفاق دلوقتي ما بين وزاره التعليم العالي ووزاره التربيه والتعليم، وهذا الاتفاق نتج عنه تشكيل هذه اللجنة لوضع الأسس والضوابط والنقاط اللي هيتم طرحها في مؤتمر مشترك بتنظمه بعد يعني نادر ما وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يتفقوا مع بعض، ودي مشكلة كبيرة بالمناسبة، يعني كان نادر أو في كل واحد كان بيسير في اتجاه لوحده يعني. فهيعملوا مؤتمر شامل جامع يحضره خبراء وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وممثلي المجتمع المدني، وأيضا ممثلين لخبراء دوليين سواء في مجال التربية والتعليم وأشكال نظام الثانوية العامة أو الشهادات اللي تؤهل الجامعات أو أساتذة الجامعات هناك وكيفية القبول فيها، للخروج بشكل محدد وواضح للثانوية العامة الجديدة وبالتالي التنسيق الجديد. ليه اتعمل كده يا استاذه هبه؟ لان احنا دلوقتي الثانويه العامه ما اتغيرتش بقى لها سنوات طويله قوي. الواقع في الجامعات المصريه احنا عندنا دلوقتي وصل عدد الجامعات لحوالي 85 جامعه، ما بين حوالي 27 جامعه حكوميه و 32 جامعه خاصه و 20 جامعه اهليه، من بينها 12 جامعة أهلية خرجت من رحم الجامعات الحكومية بنظام البرامج والتخصصات البينية. ما عندناش مشكلة في الكم خالص، لكن الكيف فروع لجامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة، وجزء منها بدأ في القاهرة مؤخرة. لكن ما زال عندنا مشكلة في الكيف بتاع التعليم الجامعي، إزاي يخرج الخريج التخصصات قادر يشتغل. التخصصات الجديدة دي والجامعات الجديدة والبرامج الجديدة دي يعني ما عادتش بقى ينفع معها نظام الثانويه العامه ادب وعلم، ولا علم علوم وعلم رياضه، ولا علم بس شامل، ولا شهاده شامله في كل التخصصات وخلافه. طب وهل هيكون المجموع هو المعيار لدخول هذه الجامعات؟ متهيألي لا. ومن خلال مكتب التنسيق هنا هيدرس الموقف بالتفصيل. طب ايه الصح من وجهه نظرك يا استاذ رفعت؟ موضوع الدرجات، المجموع، وبرده فكره عدم امكانيه التحويل ما بين علمي وادبي وعلمي رياضه وعلمي علوم، احنا برده النظام ده معقد قوي. شوفي حضرتك، لو انت سالتيني انا رايي الشخصي لان برده هنا دي قضيه جدليه ما بين مؤيد ومعارض ليه. انا برى ان الثانويه العامه معيار الدرجات بالنسبة للطالب اللي هيحصل عليها ممكن تمثل حوالي 70% من شروط القبول لدخول الجامعات. طب ال 30% التانيين، ودي اللي ماشي بره بالمناسبة، بس الثقافة المجتمعية عندنا مش هتتقبل اللي أنا بقوله ده، وهو إن ال 30% المتبقية يبقى اختبارات قبول. كل هيقول لك لا، بالضبط، ابني ذاكر وجاب خلاص يدخل. بكشف قدرات الطالب مش لانه جايب مجموع عالي بس، انما رغبته واستعداده لدراسه تخصص معين. دلوقتي 97 على الاقل في المية مما يحصلوا على مجاميع عاليه في الثانويه العامه في علم علوم
ادام جاب مجموع عالي على طول الكليات الطبيه وبيسقطوا في اول سنه 25% من طلاب الطب في السنه الاولى على الاقل بيسقطوا في السنه الاولى. مش لانه خايب ولا لانه جاب مجموع عالي، هو شاطر بس هو بس هو فاهم غلط، فاهم غلط او فرض عليه او استخسر المجموع، هو اولي امره ان هو ازاي جايب المجموع الفلاني ويروح التخصص الفلاني، وبالتالي لابد نغير المنظومه دي. طب دلوقتي في طلبه بعد نجاحهم في الثانويه العامه وجايب مجموع لا يؤهله بشكل مباشر بالنسبه للتنسيق، وده برضه ما ينفعش يدخل الكليه دي بالضبط. طيب ما هو بيسافر بره دلوقتي، بيروح صح برضه الطب وهندسه وخلافه، بيرجعوا لنا برضه السودان واوكرانيا وروسيا طب في فكرة هتبقى مطروحة في هذا المؤتمر وهي ما يسمى بالسنة التأسيسية. السنة التأسيسية أي سنة قبل دخول الجامعة. يعني الثانوية عامة تبقى كم سنة؟ لا الثانوية العامة 3 سنين زي ما هي. سنة التأسيس دي في الجامعة؟ خد الـ3 سنين وخد الثانوية العامة. وهبسطها لو جايب مثلا 70% في الثانوية العامة ويقول أنا عايز أدرس طب أسنان. 70% دي يعني لا هتدخله طب أسنان حكومة ولا تدخله طب أسنان جامعة أهلية ولا تدخله طب أسنان على سبيل المثال جامعة خاصة. فبدل ما يسافر لي بره لروسيا وأوكرانيا أو السودان ويخش طب أسنان ويرجع برضه في الآخر لازم يشتغل أقل من كده كمان، طب ما أنا أدخله سنة تأسيسية يدرس المواد المؤهلة لدخول طب أسنان، ده هيبقى قراره هو. فإذا ثبت أنه على قدرة واستيعاب للحصول على درجات مميزة تؤهله لدخول طب أسنان. بس برضه أستاذ رفعت ده مش هيحل مشكلة أن احنا عندنا إقبال كبير من الطلبة على كليات محددة ما فيش احتياج للتخصصات دي في سوق العمل، ده مش هيحل كده في الآخر كل اللي عايز حاجة برضه هيخشها. لا شوف أقول لحضرتك حاجة، مشكلة الثانوية العامة وقت ما كنت أنا في الثانوية العامة في بداية السبعينات كان تلت الفصول في أي مدرسة هي فصول أدبي والتلتين علمي، لأن كان الإقبال على التخصص العلمي كبير. نظرا لأن الدخول الكليات العملية هذه وخاصة كليات المجموعة الطبية أو الهندسية وقت ما كان نظام الثانوية العامة سنتين أو بعد سنة كان اللي بيجيب 98% ما يقدرش يخش طب، فبيبقى بالنسبة له عقدة وصدمة اللي هو ولي أمره، فخلى كثير من الطلبة تهرب من القسم العلمي وتتجه إلى القسم الأدبي، واتقلبت الآية وأصبح الجزء الأكبر من الطلاب يخشوا أدبي والجزء الأقل يخش علمي، وبالتالي أصبح الإقبال على التكدس فيه، ودي الرئيس عبد الفتاح السيسي اشار اليها اكثر من كتير. مره واصبح التكدس في كليات التجاره والاداب والحقوق والخدمه الاجتماعيه وبتاع كله من خلال القسم الادبي. هنا انا طرحت اكثر من مره على وزير التعليم ان هم يقعدوا مع بعض، التعليم العالي والتعليم نعم العالي، وكتبتها اكثر من مره، يقعدوا مع بعض وحل هذا الموضوع يا أستاذ هبة هيبدأ من بعد سنة تالتة إعدادي. الطالب هو داخل سنة أولى ثانوي أعمل له نوع من الإرشاد الأكاديمي، يا ابني أنت ما تقلقش دلوقتي في ظل وجود هذا العدد الضخم من الجامعات المصرية ما بين حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وخلافه، أنت دلوقتي اختار التخصص اللي أنت عايزه بعد سنة أولى ثانوي وتخش بقى علم علوم ولا علم رياضة، وأنت واثق تماما أنها تلاقي فرصة، خاصة أن أصبحت هذه الجامعات وخاصة الجامعات الأهلية فيها برامج تطبيقية جديدة صح كلها وتخصصات جديدة وتكنولوجية بس هو ما يعرفش صحيح. هو لسه عنده هو وعائلته بالمفهوم القديم الطب وطب الأسنان والقمة وأطلق على القمة، فهنا الإرشاد الأكاديمي في السنة الأولى هيغير هذه المنظومة ويخلي عدد الملتحقين بالقسم العلمي أكبر وعدد الملتحقين بالقسم الأدبي أقل، احنا في وبالتالي هنا ننجح في احنا في النقاش مع حضرتك طرحنا كده مجموعة أفكار، ولحد ما اللجنة المشكلة حديثا تجتمع ويكون في حاجة ملموسة في إيدنا نعم. أسأل حضرتك ختاما، متفائل
نعم. فكرة تغيير نظام التنسيق نعم. والثانوية العامة ما دام بدأنا التحرك ودراسة الأمور بجدية ونوع من التنسيق اللي ما كان مفقود قبل كده ما بين الوزارتين عشان يوصلوا إلى رأي نهائي موحد، أعتقد فيها نوع من التفاؤل بشكل كبير جدا. الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم دايما بتنورنا، ربنا يخليك، أشكرك يا زهيب.